بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو ده إن شاء الله هنبدأ إن احنا نكمل كلام عن الراوتينج سيستم اللي احنا بشغالين فيه. لو ما شفتش البارت 1 من الفيديو أتمنى إن أنت تشوفه عشان تبقى فاهم احنا واصلين لحد فين. بس كل اللي احنا واقفين عنده لحد دلوقتي إن أنت عندك روتر، الروتر ده بيبدأ إن هو ياخد ريكوست وريسبونس. من خلال الريكوست بتعرف الميثود اللي أنت رايح بيها والباث اللي أنت رايح عليه. ده كل اللي احنا عاملينه. لو أنت عامل إمبلمنتيشن كاستم لحاجة زي دي تقدر إن أنت تستخدمه. طيب دلوقتي أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج ان انا يبقى عندي حاجه بتبدا انها ترسولف الاوتكم اللي هيجي من الميثود بتاعتي. ليه؟ احنا دلوقتي مش كنا عارفين ان في اري، الاري دي فيها جيت مثلا وفيها عندك الفورورد سلاش بتروح لاكشن معين هو الفانكشن. حلو قوي، انا عايز بقى حاجه تبدا انها تماتش بالحاجه دي وتكسكيوت الفانكشن دي. فدي اللي احنا هنعمله دلوقتي. هنعمل ميثود، الميثود دي هيبقى اسمها ريسولف، هيبقى عندها اكسس للباث، هيبقى على طول كده من ذس اوف الريكوست، الريكوست اللي احنا لسه عاملينه بالباث. وكمان الميثود اللي هنشتغل بيها تبقى this، شيل البارز ده كده، this of the method sorry الريكوست بالميثود. كده احنا معانا الريكوست اللي هنشتغل بيها وكمان الميثود اللي احنا رايحين بيها سواء كانت get او post. فالاكشن بقى اللي احنا هنعمله execute هيبقى ايه؟ والله الاكشن ده هيبقى self بالroutes بالميثود سواء كانت get او post بالroutes او الpath. لو الاكشن ده موجود يعني اعمله ريتيرن، مش موجود يعني ايه مش موجود؟ يعني بحاول ان انا اجيب بيج زي ما شفت في الانترودكشن مثلا. هنا انا مش عامل ريجستر مثلا لاي حاجه زي كده، فلو مش موجود الريتيرن فولس بحيث ان انا ابدا بقى هاندل الموضوع ده، فاقول له مثلا ريتيرن فولس بالمنظر ده كده. حلو. طب لو عملت فور دام دلوقتي كده على الاكشنز، فيعني هو احنا مؤقتا هنقولها من الاندكس ده، نرجع تاني اللي احنا كنا عاملينه. كده انا معايا الراوت، ممكن بقى دلوقتي اقول له راوت ريسولف بالمنظر ده. بص هلاقي ان انا معايا الاكشن نفسه ايه، هتلاقي ان هو اوبجكت من الكلوجر. حلو قوي، يعني ده اللي انا مستني. طيب ارجع تاني على الراوت دلوقتي، تعالى نشوف كده بعض الايدج كيسز. يعني لو اصلا الاكشن ده مش موجود، اف نوت اكشن مثلا، خلاص ممكن تعمل ريتيرن مثلا باي حاجه او ريتيرن وخلاص. يعني انت دلوقتي لقيت فعلا الباث، يعني ايه يعني انا رحت على هنا بس ما لقيتش اكشن هيتعمل، لقيت فانكشن فاضيه مثلا، ما لقيتش كنترولر، ما لقيتش اي حاجه، فهعمل ريتيرن وخلاص. كيس تانية مثلا، ممكن لو الباث اللي انت بتحاول تروح عليه ده مش موجود، فممكن ان انت بقى تعمل فيو كامل يهاندل الايرور، بس ده هنشوفه قدام. يعني هنرجع للبوينت دي، ممكن نحطها هنا مثلا 4A4 هاندلنج، دي هنبقى نرجع لها تاني عشان لما نبقى نعمل حاجه تهندل الفيوهات بتاعتنا. طيب لو عديت كل الايدج كيسز دي هوصل لايه؟ هوصل ان الاوبجكت بتاعي ده بقى ابدا ان انا اتعامل معاه واعمل له انفوك. فانا قلت انا عندي 2 كيسز. الكيس الاولى لو هو كول باك، كول باك بالمنظر ده زي جوه الراوتس، هتلاقي جواه الكول باك ده كده. او لو هو اري، فهنبدا نهندل الموضوع ازاي. والله لو هو اف از كولابل، لو الحاجه اللي معانا دي كولابل الاكشن، كل اللي هتعمله هتعمل كول يوزر فانك اري، كول يوزر فانك اري بالمنظر ده على الاكشن ده، وهتديله بارامترز معين. البارامترز بقى دي يعني ممكن انت تهندل الموضوع لو هي بارامترز جايه من هنا مثلا سلاش يوزرز سلاش مثلا، او هنا مثلا اي دي بي 1، تبدا انت ترسولف البارامترز دي. يعني دي برضه حاجه سهله قوي مش محتاجين ان احنا نتكلم فيها. يعني انت هتماتش بقى بالباقي من الاكشن اللي كان طالع معاك هنا من بقيه الباث، هتلاقي ان في حاجات راجعه من بعد علامه الاستفهام، تماتش باللي يساوي وكده، وتبص الحاجات دي هناك. طيب فالمفروض دلوقتي كده هي الفانكشن بتعمل لها كول فعلا، بس هو انت لو بصيت هنا فين جوه الراوتس ويب، احنا بنعمل ريتيرن بحاجه معينه صح؟ فالريتيرن احنا ما عملناش ايكو مثلا للحاجه دي، لو عملناها ايكو هتلاقي فيها اللو ظهرت على السكرين. فده معناه كده ان الراوتنج سيستم ده ابتدى ان هو يشتغل. لو رحت على راوت مش موجود مثلا يوزرز، مفيش اي حاجه. ده بقى الهاندلنج بتاع ال 4A4 اللي هنرجع له بعد كده. طيب دلوقتي كده ده ان انا لو اديتها مثلا فانكشن از كول باك، ممكن تعمل انت حاجه ثانيه بقى، تقول له مثلا ريتيرن فيو، دي فانكشن هنبقى نعملها قدام يعني، وترندر بقى فيو كامل من هنا، بس مؤقتا هنخليها مثلا ان احنا نطبع سترنج على الشاشه. طيب ده لو هي كول باك. طيب لو هي اف از اري، لو الحاجه اللي رجعنا دي اري بالاكشن، فانا هفترض ان السيناريو اللي شغال ايه. والله دلوقتي ان انت بتريترن حاجه بالمنظر ده، هوم كنترولر بالاندكس، بعد كده اسم ال سوري مش الاندكس، هنا دي كلاس، وهنا اسم الميثود هيبقى هو الاندكس. ممكن بقى انت طبعا تهندل الايرور اللي يحصل، اللي ممكن يحصل ان هو مثلا عاكسهم او اي حاجه، بس يعني براحتك، انا هستيك ان الموضوع يبقى فيري سمبل. فاقول له دلوقتي ان الكنترولر بيساوي ديو اكشن بي الزيرو. طيب ده ليه؟ واحنا ممكن نعمل على طول كده. يعني احنا ممكن هتقول لي ما انت ممكن تعمل ممكن كل يوزر فانك اري وتدي له اري اكشن بالزيرو وكمان اكشن بال1 بالمنظر ده.
والموضوع فاليد جدا عادي، وهتدي بس هنا بارامترز لو محتاجها. الموضوع فاليد ان انت تعمله بالمنظر ده، الموضوع يبقى فاليد اه، وفعلا ده هيتباص على ان هو النيم سبيس بتاع الكنترولر، وده هيتباص على ان هي اسمها الميثود. بس في مشكله بسيطه. ايه هي المشكله البسيطه دي؟ ان انت لما بتدي الكول يوزر فانك اري ميثود، انت لو الديسكربشن موجود مش مهم، بس المشكله ان لما بتدي الفانكشن دي نيم سبيس تبدا انها تقول الفانكشن دي استاتيك، واحنا لما نيجي نعمل كنترولرز احنا ما بنعملش الفانكشنز ستاتيك، احنا بنعملها عادي اوبجكت ممبرز عادي، فلازم ان انت تعمل منه نيو انستنس. فممكن تقول هنا كنترولر بيساوي نيو اكشن، او على طول هنا تقول له نيو انستنس من الحاجه اللي هتجيلك دي. طيب بالمنظر ده كده لو رحت على الراوتس سلاش ويب، وبدل الاري او سوري بدل الفانكشن اديته اري مثلا، قلت لك هنا دي هتروح على هوم كنترولر بي الاندكس، وبيها كمان يا دانيال كلاس، بعد كده هتكون ميثود اسمها اندكس. بالمنظر ده طبعا هتلاقي ايرادات الدنيا والاخره دلوقتي، ان هو بيقول لك الكلاس الهوم كنترولر نوت فاوند. ماشي يا عم، تعالى نبدا ان احنا كريته. هتروح على الكنترولرز وهتقول له كلاس اسمه هوم كنترولر دوت بي اتش بي، تجنريت النيم سبيس وتسميه كلاس هوم كنترولر كنترولر بالمنظر ده، والبادي اكيد يعني. ترجع هنا تاني تيوز النيم سبيس ده، تمام. تبدا تعمل كده، المفروض الايرور اللي بعده يقول لك ان الميثود دي ماست بي ا فاليد كول باك دازنت هاف ا ميثود اندكس، تمام، يعني الميثود دي مش موجوده. فهو بيبدا ان هو يدور على الميثود دي جوه الكنترولر هوم كنترولر هنا. ممكن تعمل الميثود دي اسمها اندكس وتريترن من هنا مثلا هلو او هوم، تمام. مفيش اي ايرور دلوقتي. معناها ايه؟ معناها ان الميثود دي فعلا اتعمل لها انفوك. لو خليناها ايكو كده هتلاقي ان هوم دي اتطبعت. طيب تعالى نشوف بقى الايرور اللي انا كنت بكلمك فيه هيحصل لو احنا شلنا مثلا هنا جوه الراوت شلنا النيو دي. بص هتلاقي ايرور تاني بيقول لك ايه، كل يوزر فانك اري ماست بي ا فاليد كول باك نون ستاتيك ميثود هوم اندكس كانوت بي كولد ستاتيكلي. ده اللي بيحصل لما بتديها جاست النيم سبيس. الايرور ده بيبدا ان هو يتعمل له ارايز ان انت بتحاول تقول الفانكشن دي ستاتيكلي وهي نون ستاتيك، فتقعد تلف حول نفسك. يعني لو ما قريتش الحته دي في الدوكيومنتيشن فانت لازم انت تديها نيو انستنس لو انت عايز تقول فانكشن عاديه، لو عايز تقول فانكشن ستاتيكلي هتديها النيم سبيس بس. بالمنظر ده كده احنا ابتدينا ان احنا انتجريت الهوم كنترولر نفسه. طيب احنا لسه ما اتكلمناش عن الكنترولرز لسه، يعني ما شفناش الامبلمنتيشن بتاعي بعمل ازاي، بس هو الامبلمنتيشن هيبقى حاجه بالبساطه دي. انت عندك هنا بقى المفروض الهوم كنترولر مثلا بيريترن بقى فيو مثلا هنا اهو بالمنظر ده، خلاص خلصت. لو في حاجه تانية بقى جوه الهوم مثلا، يعني هتستور مثلا حاجه، لو عملنا مثلا ريجستر كنترولر قدام هنشوف بقى الكومبلكسيتي اللي هتضاف في الموضوع. بكده يبقى احنا خلصنا الفيديو ده، وكمان يبقى خلصنا الراوتنج لحد واحنا واقفين. الفيديو الجاي ان شاء الله هنبدا ان احنا نشوف الفيو ازاي نقدر ان احنا نكريت فيو معين ونجنريت الكونتنت بتاع الفيو هيبقى ماشي ازاي. عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجي لك نوتيفيكيشن بالفيديو ده اول ما يتعمل الابلود. هتلاقي في الديسكربشن السوشيال لينكس بتاعتنا لو حابب تعمل لنا فولو، كمان هتلاقي السورس كود بتاع البروجكت كامل. اتمنى تكون استفدت بالفيديو ده. شكرا والسلام عليكم.